السلام عليكم، مرحبا بكم حبوباتي في قناتي. ان شاء الله تكونوا كان بخير بصحه جيده ومهني. ان شاء الله تكمل اليوم فيديو جديد اللي راح يكون مفيد بالبزاف، يخص جميع البنات والنساء اللي عندهم مشاكل في البطن. راح نوريكم سواء بعد وضع الحمل او اللي عندهم يعني الكرش بصفه عامه. فيديو هذا ان شاء الله راح يكون مفيد جدا جدا، ويعني طريقه صحيحه 100% ومفيده، والنتيجه تاعها مضمونه مليار في المئه. يعني فقط لازم تتبعوا الخطوات واش راح نقول لكم. هذه يعني التجربه درتها انا بنفسي، والحمد لله كانت النتيجه رائعه جدا. ان شاء الله تستفادوا منها، واكيد راح تستفادوا منها. اول حاجه واش عندنا اربع خطوات لازم نتبعوهم باش يكون يعني الريجيم تاعنا يكون ناجح 100%. اول حاجه واش راح نديرو؟ طبيعه الحال عندنا صباح كيما نوضو صباح لازم تشربوا كل صباح، كل يوم كتنوضو صباح على الفراغ تشربوا ماء يكون دافي مع قطعه هكذا تاع عصير، قطعه تاع ليمون تعصروها وتحطوا القطعه في وسط الماء هذاك واحد دقيقتين وتشربوه على الفراغ، يكون دافي ما يكون سخون ما يكون بارد. هذه العمليه ديروها كل يوم. ايضا واش ديروا؟ كاينه ابليكاسيون راح نوريها لكم، راح تظهر لكم ان شاء الله في فيديو اخر تحت، تظهر لكم في الشاشه او يظهر لكم في الشاشه ان شاء الله. هذه الابليكاسيون انا جربتها وهي تاع الماء. هذه الابليكاسيون تذكرك باش تشربي الماء على حساب دوكا تنستالي هاد لابليكاسيون، راح نوريها لكم ان شاء الله. تنستاليها في التليفون تاعك، ومن بعد كي يعطيو لك تعطي لهم الوزن تاعك اللي راكي فيه حاليا، راح يعطيو لك كميه الماء اللي تشربيها في طيله اليوم، راح يقسموها لك على حساب انت واش بغيتي تقسميها على 200 مليلتر كل ساعة، 200 مليلتر كل ساعة، 100 مليلتر يعني انت واش تبغي. انا كنت ندير 200 مليلتر، كاس تاع 200 ملتاع الكازوز هذاك نشرب كل ساعة يذكرني، ونشرب كما نعرفوا الماء مفيد جدا، سواء يعني اللي يخرج السموم تاع الجسم، الامراض، ايضا يقضي على الحب اللي عندهم حب بالشبه وعندهم حب في جسمهم في ظهرهم، الماء راح ينحي لهم هذاك الحب، والبشره تاعك راح تنشط وتولي تخدم خدمتها يعني بشكل منتظم بشكل مريح. الماء راح يساعد كامل الجسم ماشي غير باش ينحي لك الدهون المتراكمه في البطن، وراح ينحي كما قلت لكم الحب. يعني الماء مفيد جدا، راح يخرج كامل السموم، يعني مفيد ايضا لامراض اخرى. يعني الماء مفيد جدا، لازم على الاقل نشربوا 2 لتر 2 لتر 200 مليلتر. انا كنت نشرب حد الان اني نشرب 2 لتر و200 مليلتر في اليوم، نشرب يطرتين و200 مليلتر، يعني يطرتين تاع ماء وكاس نشربهم يوميا منظمين على هذيك الابليكاسيون، راح هي اللي راح تعاونك باش ما تنسيش انك تشربي الماء. ولو ايضا الخطوه الثالثه ان نديرو سبور، نديرو رياضه خاصه سواء بالجسم كامل او فقط بالبطن، ولازم ما نديروش كل يوم، لازم نخليو البطن تاعنا عضلات البطن تاعنا ترتاح. نديرو ثلاث ايام في الاسبوع يكفي، من نص ساعه حتى 45 دقيقه، يعني نص ساعه كافيه في ثلاث ايام في الاسبوع، والايام الاخرى نخليو البطن تاعنا عضله البطن تاعنا ترتاح. هكذا راح تتحصلي على نتيجه مذهله في اسبوع ان شاء الله، راح تبدا تشوفي التغيير. وان شاء الله ايضا تقسيم الاكلات، يعني الاكلات الدسمه اللي فيها الدسم بزاف، تقسي من الملح، تنقصي تاكلي الماكله اللي فيها البروتين، البروتين الطبيعي اللي موجود في البيض، موجود في الدجاج، موجود في السردين، في الطون، في ناكلوا الخضر ايضا مفيده جدا. حاولوا قدر الامكان بعدوا على الحوايج المقليه وحوايج تاع الزيت، حوايج دسمه. وعفوا حاجه ما قلتها لكمش، كي ديروا الرياضه ديري نص ساعه رياضه، ما لازم تاكليش بعد كما تخلصي السبور تاعك، ما تاكليش مباشره الماكله، تقعدي على الاقل ساعه ومن بعد تاكلي حوايج كما قلت لكم، حوايج خضر بروتين، ما تكثروش اللحوم اللي فيها الشحمه بزاف فيها الدهون. فوالا هذه هي، ان شاء الله راح ندير لكم نوريكم لابليكاسيون راح تبان لكم. فوالا هذه هي، ما تحتاجي حتى حاجه اخرى.
فقط انك تشربي الماء صباح على الفراغ، وديري الرياضه وتشربي الماء على حساب دوك الماء يعطيكم على هذيك الابليكاسيون، تعطيكم على حساب الوزن تاعكم. انا كنت نوزن 80 كيلو بعد اللي كنت حامل مع بنتي، بعد يعني نزلت وزن كثير، والبطن تاعي الحمد لله في انخفاض متسارع يعني ما شاء الله. فوالا هذه هي النصائح، يعني نصائح مهمة جدا لازم تطبقيها، وراح تحصلي على البطن اللي كنتي تحلمي به دائما. كاين ايضا بنات يعني ماشي متزوجين ماشي جايبين الاولاد، لكن عندهم مشكل تاع الانتفاخ البطن، عندهم وزن زائد في البطن تاعهم، ديروا هذه الخطوات راح تنجحوا مليون في المئة، جربوها وراح تدعوا لي ان شاء الله. بالنسبه للرياضه كاينين ديزابليكاسيون ديروهم التليفون تاعكم، يديروا لكم حركات يوميا تاع خاصه بهذاك الشيء اللي راكي باغياتو انت. مثلا حنا نهضروا على البطن، كاين حركات خاصه بالبطن، ديري ابليكاسيون راح تذكرك وتوري لك حركات ديري معاهم، والله ديري في اليوتيوب راه كاين ما شاء الله كاين فيديوهات بالبزاف. ديري فقط رياضه خاصه بحرق الدهون البطن، راح يخرجوا لك وخيري، يعني ديري اي فيديو وتبعيه. فوالا هذا هو لا فيديو، هذه هي النصائح تاعنا النهار اليوم، نصائح مفيده، نصائح صحيه، راح اذا مش راح تضرك بالعكس راح تنفعك، لانها اشياء طبيعيه، رياضه واكل صحي وشرب ماء، ويعني حوايج مفيده بالبزاف راح تفيدك في صحتك وتفيدك في حياتك اليوميه، وراح تعطيك رشاقه لجسمك تستفادي منها، يعني ضربه بمئة عصفور ماشي بعصفورين، يعني نصائح مهمه جدا. فوالا ان شاء الله تسييوها وتنجحوا فيها ان شاء الله، وبالتاكيد راح تنجحوا فيها وراح تكون نتيجه ترضيكم كامل، فقط المداومه وما تنساوش. فوالا هنا كيما كتشوفوا تروحوا بلاي ستور، تروحوا لابليكاسيون في التليفون، يعني عندكم بلاي ستور ديريكت تروحوا تدخلوا ليها بلاي ستور، من بعد ديروا رابيل كونسوماسيون دو لو، فوالا هكذا يخرجوا لك لي زابليكاسيون. انا دايره هذه، ديريها بعد ما تنصطاليها راح يطلبوا منك الوزن تاعك والعمر، لا دات دو ليسونس تاعك، بعد كي تعطي لهم العمر تاعك والوزن تاعك راح يعطيو لك شحال تشربي في اليوم بالليتر، ويقسموها لك على يقسموها لك يعني على في النهار شحال تشربي، سواء 200 مليلتر. تقدري ايضا انك هنايا لازم لي نصطاليها في التليفون، في التليفون راح تجيكم سهله، هنا هنا قاعد في الميكرو لاني ما عرفتش كيفاش ندير لكم المهم فوالا كي ديري راح يعطيو لك، يعني كاينين بزاف اللي عجبتهم. انا كيما هذه قالت خو بيان جي ريان ا دير، يعني هذه الابليكاسيون مليحه بزاف، انا جربتها وفيها لي يعني لي ديروا لي كومونتير باللي عجبتهم وكانت نتيجه مليحه. ديروها وقلت لكم يطلبوا منكم الوزن والعمر، راح يعطي لكم شحال تشربوا في النهار، كي تقدري تموديفي فيها كي تنصطاليها راح يبان لك كلش سهل فيها، تقدري تموديفي شحال تشربي، مثلا تشربي غير 100 كل ساعه، تشربي تبداي بشوي تشربي 100 مليلتر كل ساعه، تشربي 100 مليلتر حتى تخلصي الكميه تاعك، وراح يذكروك كما قلت لكم كل ساعه يذكروك غابه كما تشوفوا راه بالوقت بالساعه. هذه هي نفس الشيء بالنسبه للابليكاسيون تاع حرق الدهون، ايضا تجي لهنا وتكتبي حرق الدهون البطن راح يخرج لك مجموعه كبيره من لي زابليكاسيون، وانت ديري يعني الشيء اللي يساعدك او تروحي لليوتيوب وديري، ولا سهله جدا. المهم ركزوا لي على الابليكاسيون تاع الماء، مفيده بالبزاف ماشي غير للبطن، مفيده لجميع الجسم كما قلت لكم، ايضا مفيده للحب تاع الوجه اللي عندهم الحب في الوجه في الظهر في جسمهم كامل، راح مع الاستمراريه تاع شرب تاع الماء راح خلاص يخرج لكم هذاك الحب كامل وتتهنوا منه. فوالا هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تستفادوا منه، وراح يعني نمروا لحاجه اخرى ان شاء الله. الان راح ندير ان شاء الله العشاء، راح ندير البغوشات البغوشات تاع الدجاج ونوسيهم
ورافقهم على البطاطا والسلطه. راح نديروا اولا كما تشوفوا الدجاج تاعنا، ديروا لي سكالوب او ديروا صدور دجاج، تقطعوهم الى قطع صغيره بهذا الحجم. هنا راح ندير تتبيله، هنا ندير فلفل احمر، دير شويه تاع كاري، اذا كان الكاري غير متوفر يمكن تعوضوه براس الحانوت، دير شويه تاع زنجبيل، شويه تاع كركم، ندير شويه مصلى بهار هندي، اذا كان غير متوفر يمكن تستغناو عليه عادي، لكن من الاحسن ديروه لانه يعطي ذوق رائع جدا للدجاج، خاصه للدجاج. يتباع، انا اللي جبته من الجزائر، يتباع في جميع المحلات اللي يبيعوا البهارات والاعشاب، قولوا له فقط البهار الهندي الخاص بالارز وراح يعطيه لكم. وشويه تاع كسبر، دبشه، ونديروا شويه تاع لاموطارد. بالنسبه لكميه البهارات نتوما على حساب يعني الدجاج اللي راح تستعملوا، على حساب الكميه، عينكم هي ميزانكم. ملح هنا تقريبا نصف ملعقه، ما لحقش نصف ملعقه، ربع ملعقه ملح، وندير شويه عصير ليمون، اذا كان غير متوفر عصير ليمون ندير فقط شويه تاع ماء وخلطو، ندير عصير ليمون باش يمد نكهه مليحه ويقضي لنا على الرائحه تاع الدجاج هكذا. هلا ونجيب الدجاج تاعي بهذه الطريقه، خليه يترقد مليح، احسن ديروه الا كنت ديروه العشاء ديروه نص نهار وخليوه العشوة وطيبوه، ولا لا عاد ديروه للغدا ديروه الصباح ولا ديروه في الليل. كل ما تعد في هذيك لا مارينات كل ما يعني شرب لي زيتيس مليح وجا بنين بزاف هكذا، نخليوه يترقد مليح ونرجعوا فيما بعد ان شاء الله. من بعد اللي ترقد لي الدجاج تاعي في هذوك لي زيتيس، هنا جبت البصل، طماطم وفلفل، قطعتهم مربعات هكذا كما كنتو تشوفوا. راح نبدا نخدم نعمر لي بروشيت تاعي. هلا ندير قطعه من البصل، دجاج، طماطم، دجاج، فلفل، وهكذا استمر بنفس العملية حتى نخلصهم كامل. طماطم، هذا البروشيت تاعنا واجده، نكملهم كامل نرجعوا ان شاء الله. على كيما تشوفوا هنا البروشيت تاعي راني نطيب فيهم في لابلاك هذه، كذا ما كانت ما عندكمش تقدروا طيبيهم في المقله، نار خفيفه، في الطاجين، في الفور، يعني كيما بغيتي. هنايا راهم طايبين واجدين، يجيو بنان، ريحتهم راهي ما شاء الله. راح كما تشوفوا رفقتهم مع السلطه، ورفقتهم مع البطاطا المقليه وشويه تاع صلصات. هذا هو الفيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. وفي الاخر ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. واذا كنتم اول مره تشوفوا قناتي نتمنى تشتركوا معايا، مرحبا بكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.